ريت عقد الشقة اللي انتوا قاعدين فيها يا حسين، وكمان اشتريت الشيكات دي يعني تكة واحدة وهد عليكم الدنيا كلها. مش بس كده، ده الفيديو اللي انا بعته لكم قبل كده، يعني في اقل من ثانية ممكن يروح النيابة وتروحوا في 60 داهية. يا عمنا انت مش راضي تقتنع ليه؟ قسما بالله احنا مالقينا حياه، واحنا لو معانا حاجه هنسكت؟ ما انا كمان اعرف طريق النيابه. امين، قدامكم يومين بالعدد تدوروا على حاجه وتجيبوها للحد عندي، يومين بس. لو الحاجه ما جاتش لحد عندي انا هخلي عيله البرنس كلها تقابل وجه كريم، بس بالحقيقه انا مش عارف ابدا بمين لانهم كلهم غاليين على قلبي. بس اكيد مش انتوا. قلت ايه؟